فيما يعتقد أنه الأول من نوعه في العالم، قدمت العاصمة التجارية الصينية شنغهاي نوعا جديدا من لقاح كوفيد-19 يتم استنشاقه عبر الفم بدلا من إعطائه عن طريق الحقن. المنظمون الصينيون وافقوا على اللقاح الذي أنتجته شركة الأدوية الصينية كانسينو بيولوجيكس لاستخدامه كلقاح معزز في سبتمبر القادم. والآن يبدأ بعض الأشخاص في تجربة تلقي اللقاح الذي يتم استنشاقه كما ذكرنا عبر الفم من وعاء يشبه الكأس البلاستيكي وله عمق صغير. معنا من غزة الطبيب موسى حلمي عمارة، اختصاصي علم الأدوية والأعشاب والنباتات الطبية في غزة. دكتور صباح الخير ومرحبا بك معنا في صباح جديد. هل هو إنجاز جديد عمليا لهذا اللقاح أم هو مجرد يعني أسلوب آخر لتعاطي هذا اللقاح يعني عمليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحقيقة أن هذا الإنجاز الضخم العالي اللي بدأت فيه الشركات الصينية وتبعها كثير من الشركات المنتجة للفاكسين الفاكسينات كورونا كوفيد 19، حقيقة أن هذا هو إنجاز على مستوى العالم وأنه حيغزو العالم وحيكون الفرصة سانحة وبسيطة وجميلة للي هو التصدي لهذا الفيروس اللي بيعمل ملتيبليكيشن، بيعمل تشوهات كتير، على اعتبار أن هذا الفاكسين اللي يستخدم عن طريق الأنف طبعا هو أساسا عبارة عن فيروس مستنسخ من الفيروس كوفيد 19 اللي هو الأصلي، ولكن أتنيويتد يعني مضاعف أو جينيتيكال موديفايد أورجانيزم يعني معدل وراثيا. الميكانيزم أوف أكشن أو العمل بتاعه بيعمل على إنه إيه، إنه هذا بما انه مضاعف او يعني معدل وراثي، اي انه لا غير سام وغير ضار على الجسم، بس ايش اللي بيصير انه هو بيستحث الاوتوميون سيستم جهاز المناعي الذاتي اللي الله اعطانا اياه حتى يقوم ايه بانتاج الانتيبوديز المضادات الحيويه. هذه الانتيبوديز اللي هتقوم بالتصدي لفيروس كورونا اللي هو الشرس. يعني من ميزات هذه اللي هو النمط انه اول حاجه انه هو رخيص الثمن، او يعني بيعتبر 1/5 من كميه اللي هو الكميه الماده اللي هي ممكن تتعطى انجكتابل اللي هو الحقن. هذه نمره 1. نمره 2 انه هو لا يحتاج الى نقل والى اللي هو الصعوبة في النقل، ولا يحتاج إلى تبريد. نمرة 3 أنه رخيص الثمن، تمام؟ فبالتالي هو جميل جدا وهو اللي هو المستقبل. دكتور، لهذا الاتجاه يعني هو بحسب الدراسة يحتوي على نفس مكونات اللقاحات المعتادة، إذا يعني ما الفرق بينه وبين هذه اللقاحات غير الأسباب التي ذكرتها؟ علما يعني ما الفائدة منه الآن ونحن على أبواب التراجع في فيروس كورونا والناس يعني ممكن بطل بدها أن تقوم باللقاحات؟ الحقيقة إنه بما إنه الفاكسينات اللي عن طريق الإنجكشن أو عن طريق الدم، واللي صار إنه هو نفس فيروس كورونا صار له ملتيبليكيشن، صارت ميوتيشن، صار عندك ألفا وبيتا وجاما وأوميكرون ودلتا، هذه كلها اللي هو ميوتيشن اللي هو تغيرات أو ملتيبليكيشن تغيرات لهذا الفيروس، وبالتالي أصبحت الفاكسينات اللي تم إعطائها فيما قبل إنه ممكن يصاب يعني تأثيرها ضعيف، فيصاب الإنسان حتى اللي أخذ التطعيم ممكن يصاب مرة أخرى نتيجة التطور السريع لهذا الفيروس، ولكن
ولكن الطريقة الجميلة، الطريقة التكنولوجية الكبيرة العلمية اللي يعني بمعنى أنها أصبحت عن طريق اللي هو الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، بطن الأنف. هذه مهمة جدا على اعتبار أنه الفيروس نفسه يعني بيدخل قصدي هذا الفاكسين يعزز او ايش ان يعني يعمل المناعات، والمناعات هذه من داخل ايش يعني قبل ما يروح على الرئه، فبتعمل المناعات في هذه في الغشاء المخاطي اللي هو في الانف او مثلا في الفم او في العين قبل ما يدخل على ايش قبل ما يدخل على الرئه. يعني دكتور افهم من كلامك ان العلم عمليا بات قريبا جدا من تحويل كوفيد 19 وهذا الفيروس وهذا الوباء من تحويله الى انفلونزا عاديه تقريبا، والتعامل معه من خلال فقط استنشاق سواء عن طريق الفم او الانف هذا اللقاح، وهو ليس لقاح عمليا، هذا لا يوقف عمل اللقاح، يعني هو عمليا فقط يساهم في وقف احتمالية أن يصاب وفي وقف كل هذه الأعراض. هل بتنا قريبين عمليا من التعامل مع كورونا وكأنه فيروس إنفلونزا موسمي يمكن أن يمر على البشرية بشكل طبيعي؟ نعم. الآن في حاجة حلوة كتير وجميلة كتير، إنه استخدام الفاتي أسيد الحامض الدهني لينوليك أسيد حامض اللينوليك مع الفيروس كورونا كورونا فيرال زائد عقار اسمه ريميديفاير. هذا بيعمل ايش؟ بيعمل الحقيقه على اللي هو تحييد للسبايكس للبروتين الخطير بتاع الفيروس كورونا اللي هو بيعمل له الكراون التاج بتاعه اللي هو تاج يعني السبايكس اللي ممكن من خلالها يخترق الغشاء المخاطي للأنف أو للفم أو للعين، وبعدين إيش يدخل في الدم ويروح على نعم. الجهاز التنفسي. فهذه اللينوليك أسيد والريميديفاير هذا العقار زائد اللي هو بيدخل على يعني هنا عمليا تكمن أهمية أن يفقد هذه خاصية التشبيك وبالتالي يفقد قوته. يعني وصلت فكرة دكتور موسى حلمي عمارة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، اختصاصي علم الأدوية والأعشاب والنباتات الطبية، كنت معنا.